السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار العاجلة. الإطار يعلنها الأغلبية لنا في مجالس المحافظات. وجودها حمل 3 رسائل: إكمال المرحلة الثانية لانسحاب قوات النخبة. سياسة وأخرى: 3 رسائل تحملها مسيرات وصواريخ الفصائل تجاه أربيل. رئيس البرلمان الجديد: الخلاف يؤجل البديل والمجلس بانتظار. مناورة سياسية في نينوى لقلب الطاولة على محافظها السابق وحزب بارزاني. أصاب الشخص بإطلاق ناري من قبل مسلحين وسط البصرة. السفيرة الأمريكية: قدمنا 73 مليون دولار للحكومة العراقية لتحسين الخدمات. الفراغات تنتهي في 2024، الإعلان عن بدء الانفتاح الأمني بديالة. إيران: الحوار هو الأفضل لحل الخلافات مع الكويت. أمير عبد اللهيان: اغتيال موسوي سيزيد من عزيمتنا. إعلان حالة التأهب الجوي بجميع أنحاء أوكرانيا. ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى أكثر من 500 جندي. إليكم تفاصيل الأخبار. أكد الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية يوم السبت 30 كانون الأول 2023 إنه لا يريد تهميش أي طرف سياسي خلال تشكيل الحكومات المحلية خلال الفترة المقبلة. وقال النائب عن الإطار مهدي تقي في حديث إن قوى الإطار التنسيقي وبعد تشكيلها كتلة موحدة في مجالس المحافظات أصبحت تملك الأغلبية في تلك المجالس، مما يمكنها من تشكيل الحكومات المحلية وكذلك رئاسة تلك المجالس والمناصب التنفيذية الأخرى. وأضاف تقي إنه رغم ذلك فإن الإطار التنسيقي لا يريد تهميش أو إقصاء أي طرف خلال تشكيل الحكومات المحلية، ولهذا سنجري حوارات ومفاوضات مع كل الشركاء من أجل تشكيل حكومات محلية قوية ومنسجمة ومدعومة من الأغلبية السياسية كما حصل ذلك مع تشكيل حكومة السوداني. أفاد مصدر أمني اليوم السبت 30 كانون الأول 2023 بإكمال المرحلة الثانية من عملية انسحاب قوات النخبة من محافظة ديالى، فيما أشار إلى وجودها حمل 3 رسائل. وقال المصدر إن قوات النخبة التي وصلت إلى محيط 4 مناطق في ديالى قبيل الانتخابات المحلية بدأت بالانسحاب واستكملت اليوم المرحلة الثانية ضمن إجراءات محددة. وأضاف إن وجود قوات النخبة في ديالى قبيل الانتخابات حمل 3 رسائل أبرزها تأمين الانتخابات ومنع أي محاولات لفرض ضغوط على الناخبين، كما أنها تشكل ردعا إزاء أي تحديات أمنية طارئة. وأشار المصدر إلى أن وضع ديالى الأمن المستقر بعد الانتخابات استدعى إعادة النظر في خطط الانتشار ودفع قوات النخبة للعودة إلى ثكناتها في بغداد. قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام اليوم السبت 30 كانون 2023 إن هناك 3 رسائل تقف وراء تكرار استهداف الفصائل لمدينة أربيل بأقليم كردستان. سلام في حديث إن الرسالة الأولى هي للولايات المتحدة الأمريكية ومفادها: لا مكان آمن لكم في العراق وجميع المناطق هي تحت مرمى النيران. وأضاف إن الرسالة الثانية هي للمنظمات الدولية والشركات الاقتصادية والبعثات الدبلوماسية بأن أربيل لم تعد كما كانت مدينة الاستقرار والأمان، ولكن هذا حلم بالنسبة لهم، فالأقليم سيبقى مستقرا ومكانا لتواجد تلك المنظمات والبعثات. وأشار إلى أن الرسالة الثالثة هي سياسية ويريدون التأكيد على أن الصواريخ والمسيرات يمكنها تركيع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا الأمر مستحيل، فهم يريدون دخول الأقليم كطرف في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران لإضعافنا، وهذا لن يتحقق. أعلن النائب المستقل كاظم الفياض اليوم السبت 30 كانون الأول 2023 عدم وجود أي بوادر لحل أزمة اغتيال رئيس مجلس النواب الجديد. وقال الفياض في حديث إن الخلافات بين الكتل والأحزاب بشأن اغتيال رئيس مجلس النواب الجديد ما زالت مستمرة ولا توجد أي بوادر لحل هذه الأزمة في المدى القريب، ولا نعتقد أن يتم حسم هذا الملف بداية الفصل التشريعي الجديد،
وبين أن الكتل والأحزاب المتنفذة تعودت على حسم هكذا ملفات عبر الصفقات والتوافقات، وحتى الآن لا توجد أي من تلك الصفقات والتوافقات، وكل ذلك بسبب صراع النفوذ ما بين تلك الأطراف. ولهذا نعتقد أن اختيار رئيس البرلمان الجديد سيطول. كشف مصدر سياسي اليوم السبت 30 كانون الأول 2023 عن حراك سياسي يقوم به الإطار التنسيقي مع كتل أخرى فائزة في مجلس محافظة نينوى لقلب الطاولة على كتلة نينوى لأهلها بزعامة نجم الجبوري والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني لمنعهم من تشكيل الأغلبية في المجلس. وقال المصدر في حديث إن الإطار التنسيقي يمتلك حاليا 5 مقاعد، 3 منها لكتلة العقد الوطني بزعامة فالح الفياض، و2 منها لكتلة الحدباء فيما تجري تحركات التحالف مع كتل فائزة أخرى. وأضاف إن الإطار التنسيقي يجري مفاوضات مع حزب تقدم الذي يمتلك 2 مقعد والهوية الوطنية بزعامة ريان الكلداني التي تمتلك مع كوتا المسيح 3 مقاعد، فضلاً عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمقعدين ومقاعد كوتا الشبك والإيزيدية. وبين المصدر أن هذه المفاوضات قد تنتج عن كتلة تمتلك 15 مقعداً تحقق الأغلبية داخل مجلس محافظة نينوى، ما قد يقلب الطاولة على كتلة المحافظ السابق نجم الجبوري والحزب الديمقراطي الكردستاني والسيادة والحسن. أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة اليوم السبت في إصابة مواطن نتيجة إطلاق نار من قبل مجهولين وسط المحافظة. وقال المصدر إن مواطناً أصيب بإطلاق نار من قبل مجهولين في دوار فلكة الحرية وسط محافظة البصرة، ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى فيما لم تصدر السلطات الرسمية أي بيانات لتوضيح ملابسات الحادث. أعلنت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانسكي اليوم السبت 30 كانون الأول 2023 تقديم 73 مليون دولار إلى العراق لتمكين الحكومة من التعاون مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية لتحسين الخدمات العامة. وقالت رومانسكي في تدوينة عبر منصة إكس إن هدف الحكومة العراقية المتمثل في دعم المشاركة المجتمعية والحوكمة المحلية الفعالة يعد أولوية أساسية ضمن الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة. وأضافت أن الوكالة الأمريكية للتنمية في الشرق الأوسط قدمت مبلغ 73 مليون دولار من خلال برنامج العراق معا لتمكين الحكومة من التعاون مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية لتحسين الخدمات العامة. أفاد مصدر أمني اليوم السبت 30 كانون الأول 2023 ببدأ عملية الانفتاح الأمني في 6 مناطق بمحافظة ديالة، فيما أشار إلى أن هذا الانفتاح سينهي أي مناطق تنشط فيها خلايا داعش. وقال المصدر لبغداد اليوم إنه ضمن آليات تطبيق الخطط الأمنية الهادفة لتعزيز أمن بديالة بدأت عملية الانفتاح الأمني في 6 مناطق من خلال إعادة الانتشار وفق سياقات وخطط تم أقرارها مسبقا. وأضاف إن الانفتاح الأمني يهدف إلى تحقيق 6 أهداف بشكل مباشر، أبرزها إغلاق الفراغات بين القطاعات وتعزيز قدرة مسك الأرض والانتقال بالأحزمة الأمنية حول المدن إلى مناطق أبعد في إطار رؤية أمنية جديدة سيتم تطبيق كل محاورها الرئيسية في 2024. وأشار المصدر إلى أن الانفتاح الأمني سينهي أي مناطق تنشط بها خلايا داعش ويعزز أمن القرى والقصبات المحررة ضمن قواطع عدة خاصة في الجزء الشمالي والشمال الشرقي من ديالة. دعا نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية محمد دهقان اليوم السبت 30 كانون الأول 2023 إلى إجراء حوار مع الكويت بشأن الخلافات بين البلدين عن آلية استخراج الغاز من حقل الدرة الذي يقع في منطقة مشتركة. وحقل الدرة للغاز هو حقل غاز مشترك في المنطقة المغمورة بين المملكة العربية السعودية والكويت، وكانت إيران تنازع للحصول على جزء منها وذلك لموقعه الحدودي. وقال دهقان في مقابلة صحفية إن إجراء المفاوضات هو أفضل سبيل لحلحلة الخلافات بشأن حقل أرش الغاز الدرة، لكن إذا أرادت الكويت الاستخراج من هذا الحقل فنحن سنقوم بذلك أيضا. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن اغتيال المستشار العسكري الإيراني في سوريا رضي موسوي قبل أيام في سوريا لن يثني إيران عن تحقيق هدفها في توفير الأمن الإقليمي، بل سيزيد من عزيمتها على تحقيقه. وعلى هامش مجلس عزاء رضي موسوي أكد أمير عبد اللهيان
إن موسوي بذل كل ما بوسعه دفاعاً عن الأمن القومي الإيراني والأقليمي في وجه الإرهاب الصهيونية، وأشار لأن اغتيال إسرائيل لرضي كان نتيجة غضبها في أثر الهزائم السياسية والعسكرية والأمنية التي منيت بها، وهذا واضح للعالم وهو ما يؤكده جميع الخبراء العسكريين. وأضاف أن خلال أكثر من 80 يوما تكبد الكيان الصهيوني خسارتين، الأولى كانت في 7 أكتوبر حيث انهارت إسرائيل بكل ما تعنيه الكلمة من الناحية السياسية والأمنية، والهزيمة الثانية هي المقاومة في غزة المستمرة منذ أكثر من 80 يوما. أعلنت أوكرانيا اليوم السبت 30 كانون الأول 2023 حالة التأهب الجوي في كافة مناطق البلاد، وتلته تقارير عن وقوع انفجارات في عدد من المدن، وذلك بعد الضربة الصاروخية المكثفة التي تعرضت لها البلاد أمس. ووفقاً لبيانات الخريطة الإلكترونية للإنذار الجوي، فقد أطلقت تحذير من غارات جوية أولاً في العاصمة كيف ومقاطعات خاركوف ودينبرو وتشيركاسكي وترينوبول قبل ظهر اليوم بقليل، وبعد دقيقة نشر تحذير لباقي مناطق البلاد. وبعد ذلك أشارت وسائل إعلام محلية ومواقع للتواصل الاجتماعي إلى سماع دوي انفجارات في مدينتي دينبرو وزاربورجية دون ذكر التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت 30 كانون الأول 2023 مقتل جندي في المعارك البرية داخل قطاع غزة، وقال الجيش أن النقيب احتياط هرئيل شارفين آخر القتلى في الحرب ضد حركة حماس. وحسب إحصائيات رسمية ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على غزة إلى 168، وإجمالاً قتل 502 عسكرياً إسرائيلياً منذ هجوم حماس المباغت في 7 أكتوبر الجاري.